اهلا وسهلا بيكم معانا، معاكم اسلام سالم، قناه كل اكاديمي. هنكمل برضو كلامنا عن برنامج تون موشن. دي الحلقه الثالثه، واحنا برضو هنتكلم عن البرنامج وامكانيات البرنامج من ناحيه الحركه والرندر، لان احنا زي ما احنا عارفين ان هو برنامج اللوميون او التوين موشن مش برنامج تصميم، ده برنامج اظهار يعني رندر. في امكانيات ان هو يحط حركه ويحط افكتات وماتيريالات، لكن برضه هو مش برنامج تصميم. يعني لازم ننفذ التصميم بتاعنا اولا على برامج التصميم المشروع، وده مكمل بس عشان يظهر ويقدم البروبوزل اللي احنا بنقدمه. تمام، احنا ما عندنا ادي البروجكت بتاعنا اللي احنا كنا شغالين فيه المرة اللي فاتت. تمام، في هنا اللي بيعزف، وفي ناس بتتحرك بترقص، وفي ناس بتتفرج، وفي مجموعات هنا، وزي ما قلنا الانسرت بتاع المجموعات كل مرة هو البرنامج اوتوماتيك بيغيره وبيحدثه. تمام، احنا لو علينا الصوت شوية، الصوت ده بتاع ايه؟ الصوت ده هنا عشان في واحد بيعزف بيانو، في ناس بترقص عليه. يعني هو واتفر، هو طبعا ده يعني بس كإيحاء للحاجة دي. لو احنا بعدنا عنه شوية الصوت بعد، لان الصوت ده هو مجرد ان هو انسرت. لو رجعنا ورا هنا في صوت الشارع اللي احنا ضفناه واللي احنا شرحناه في المرة اللي فاتت. لو قربنا هنا هنسمع صوت الطبيعة، صوت العصافير، وممكن حركة برده لذيذة كده، نحط له شوية فراشات. اوكي، يبقى فيه برده شوية فراشات هنا، وممكن نحط بقى شوية طيور أو whatever إحنا هنعمل. المرة اللي فاتت قلنا إن إحنا في المنطقة دي، يعني على رأي الفيلم القديم بتاع الله يرحمه فريد شوقي لما قال له برضو الله يرحمه أحمد راتب، أنا هفحت حمام سباحة في الحتة دي. طيب احنا هنعمل محيط في المنطقة دي. احنا هنروح كده شوية عشان بس نقلب زاوية الكاميرا. تمام، هندوس هنا عشان كده احنا جبنا اللاندسكيب، وهندوس له هنا، وهندوس على المساحة دي كده، والدياميتر يعني القطر بتاعه هنخليه كبير عشان نقدر نعمل قطر مساحة بتاعتنا كبيرة. نطلع لفوق كده شوية عشان نبص على المساحة من فوق. تمام كده، حلو قوي. هنعمل، بص احنا بنعمل ايه يا جماعة، احنا بنخفض ارتفاع المساحة دي. تمام، ممكن نكبر شوية، ممكن نعلي السرعة بتاعتها شوية، بس احنا الهدف بتاعنا ان احنا نخفض المساحة دي. ليه؟ عشان هنعمل هنا محيط. يعني هو في هنا طبعا احنا سيبنا هنا مساحة الجزيرة، هنعمل خليج في الجزيرة دي. اوكي، بعدين نعمل تضاريس هنا وتضاريس هنا وتضاريس هنا. اوكي، خلصنا احنا الجزئية دي، هنروح هنا ونفعل المحيط. هو لما احنا فعلنا المحيط هنا حصل ايه؟
هو خلالنا المساحة كلها محيط. طب احنا بس هنخلي ده ماينس 2 متر مثلا. ايوه كده كويس، يعني نزل مثلا 2 متر عن مستوى الارض. تمام، ادي المساحة بتاعتنا زي ما هي. طب احنا بس هنعمل، عايز بس ادي مساحة هنا. طب انا اللي بدي المساحة دي ليه؟ نزل شوية عشان اشوف وراها. انا بدي المساحة دي ليه؟ عشان انا هعمل هنا كاستوم بوث، حطه من هنا كده 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 كده، هنا 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 هنا، وارجع هنا لغاية، ايوه شايفين كده، الاقي النقطتين دول يتلاقوا مع بعض. انا دوست كده عمل لي كاستم بوث. لقينا اول ما عمل كاستم بوث في عندنا هنا بوكس ابيض بيتحرك. البوكس ده بيقول لنا الحاجة اللي انتوا هتحطوها هتتحرك زي البوكس ده. اوكي، احنا عايزين نحط حاجة. هنجيب هنا ادي عندنا ديتس الحاجات المتحركة، مش هنحط، هنحط ادي بوت. هنختار له من هنا، ممكن نختار له يخت شراعي، ممكن نختار له يخت عادي، واتيفر. احنا ده مثلا هنسحبه ونحطه على الصندوق. خدنا بالنا ايه اللي حصل؟ احنا دلوقتي ما عملناش زي اللوميون اللي هو حط الاول السيارات بتاعتك او المراكب او الحاجه واعمل البث البث وهي هتمشي عليه. لا، احنا بنعمل البث وهو بيختار لنا ايه اللي هو هيتحط في البث. ممكن ده يكون طياره في السماء، ممكن ده يكون مركب في البحر. تمام، هو لوب دلوقتي، ادي السرعه اللي هو بيمشي بيها. ممكن احنا نسرعه، ممكن احنا نبطئه، ممكن نخليه نغير اتجاه الشيء ده. بس هو المفروض ان هو، بص احنا هو كده، احنا نقفل الدرس دي عشان نخليه ماشي مع البوث اللي هو البيزكس. هو مش هيمشي، البوث مش هيمشي وهينزل تحت على حسب حته الواطيه في المحيط، لا هو هيمشي على البوث بالظبط. هو كده خلاص ماشي على البوث. احنا دلوقتي عرفنا ازاي نمشي ده على البوث، وعملنا ادي جزيره وادي مكان وادي تضاريس. ممكن احنا ناخد من هنا ادي قارب راسي في الخليج بتاع الجزيرة دي. اوكي، ادي البروجكت بتاعنا كله، وعملنا له هنا محيط. احنا ممكن برضو ان احنا نغير مية المحيط على حسب ما احنا اللي بتتناسب معانا، او البحر او whatever اللي احنا هنختاره وهننفذه هنا. تمام كده، ادي احنا عملنا المساحه بتاعتنا، وادي عملنا الدليل المتحرك للحاجه اللي احنا هنحركها هنا زي ما عملنا فوق. شايفين زي ما عملنا الطياره الماشيه فوق دي. هنرجع تاني البروجكت بتاعنا هنا. وهنتكلم عن، في حاجة هنا احنا اتكلمنا عليها، اللي هي اللوكيشن. قلت لكم هقول ايه هو اللوكيشن، ايه معنى كلمة اللوكيشن. اللوكيشن ده يعني المنطقة الزمنية اللي احنا فيها. دلوقتي هقول له مثلا انت، بص انا بتحرك عليه كاني بتحرك على جوجل ايرث. اوكي، هو اختار لي مكان على الكره الارضيه في الدنمارك مثلا. يعني ده الجو في المكان ده في ابريل. طيب الجو في المكان ده في يناير، الساعة 12، ادي الليل وادي
ادي الظهر عنده تمام وحسب ايه الشهر. فاحنا اهو ادي يناير، ادي فبراير، مارس، ابريل، مايو. مايو هو الصيف بتاعهم. احنا اهو نبدأ بقى نغير اتجاه الشمس، يعني ده الاتجاه بتاعه ايه، شمال ولا جنوب ولا ايه، بيديني هنا الدرجات بتاعت الاتجاه. يعني انا لو عايز اعمل مشروع في اي مكان وعايز اديله نفس المؤثرات بتاعت المكان ده، انا مش محتاج ان انا افضل اظبط في الشمس وافضل اظبط في الحاجات دي كلها. يعني مثلا القاهرة، هدوس كليك هنا، ده جو القاهرة تمام. يناير، ده جو القاهرة في يناير، من الجو خفيف شوية ازاي، الظلال امتدت شوية كده تمام. طيب انا بقى مش هاجي من القاهرة، انا هروح مثلا جنوب السودان. شايفين الدنيا بقت حر قوي ازاي؟ فدي خاصية جميلة جدا بتساعدني، يعني لو بعمل المشروع ده في السعودية، لو بعمله في البحرين، لو بعمله في الكويت، لو بعمله في اسبانيا، لو بعمله في اي مكان، فدي خاصية كويسة جدا بتساعدنا في تحديد الجو اللي ممكن انا استفيد بيه او احطه بيه. بالنسبة للاصوات، الاصوات احنا بننزلها برضو من فوليومز هنا، ادي الساوند، في هنا ووتر، وفي هنا سيكشنز. الساوند اللي هو انا بختار سيتي ولا ناتور ولا بيبول ولا ايه. نفترض ان انا مثلا اخترت سيتي، رجعت هنا، انا لو دوست كده انا مش هسمع حاجه تمام، بس لو جيت هنا مجرد ان انا احط الصوت انا سمعت الصوت ده بتاع ايه تمام. هاي واي، طريق سريع، لو انا جيت هنا سامعين احنا يا جماعه ده طريق هاي واي، خرجت بيه كده بره بالماوس من غير ما ادوس، من غير ما اعمل حاجه، هو خرج بيا عن الطريق ده. لنفترض ان انا عامل هنا مثلا في هذا ميوزك بوكس، ده سرين تشوف السرين. هنا السرينة دي محطوطة هنا ليه؟ عشان في عربية محطوطة هنا وشغالة السرينة عليها تمام كده. السرينة دي هنا، ادي الصوت بيقول لي هنا المساحة بتاعت التأثير بتاعه 36 متر. ايه هو ال 36 متر؟ شايفين في خط اصفر خفيف كده حواليه، هو ده مساحة التأثير. لو انا عملتها ل 10 متر ما سمعتش حاجة، لان مساحة تأثيرها في السيركل ده. لو انا قربت تبدأ الصوت معايا واطي، ادي 20 متر، وهكذا هو بيدرج لي الصوت على حسب المساحة. انا بدي المساحة بس على السرينة دي، ممكن الصوت يبقى ووتر فول، يعني او يعني شلال او نافورة او واتيفر. ممكن اوطي الصوت اشغله او اوقفه على حسب ما انا محتاج طبعا الافكت بتاعي في الحاجه، في الحاجه اللي انا بستخدمها. ده نفس اللي انا استخدمته هنا لما انا حطيت ادي الافكت بتاع صوت الطيب، ممكن اعليه وممكن اوطيه وممكن اكبر المساحه بتاعته، ادي 50 متر الافكت بتاعه، خليه ممكن اوقفه خالص تمام. اللي هو نفس الكنترول افكت اللي تحت بتاعي اللي انا بقدر اتحكم فيه في كل المؤثرات. وادا صوت الميوزك، انا لقيت صوت ميوزك بوكس، وبعد كده هنشوف ازاي نقدر نغيره وهنتحكم فيه. وهنا
ادي الصوت بتاع العصافير وكده المؤثرات اللي انا حاططها. انا عامل رينج بتاعه 36 متر، ممكن اعمل رينج بتاعه 50 متر، يبقى الافكت بتاعه هيعلى شويه معايا وهيوصل معايا من بره هنا من على الشارع. تمام، احنا دلوقتي اتكلمنا عن افكتات الصوت، اتكلمنا عن الكاستم بوث اللي احنا عملنا عليه. راح فين القارب بتاعنا؟ اليخت بتاعنا راح فين؟ اهو جاي لنا هناك اهو. ادي المية، المحيط، ازاي نعمل تضاريس، ازاي نشيلها، ازاي نغيرها. تمام، اللي هي الارضيات بتاعنا. فين ممكن احنا نصبغ الارض على حسب ما احنا عايزين، يعني معناها ان احنا الارضيات اللي هنا ممكن نخليها السكيل، صغر لنا السكيل شويه، والدياميتر خليها لنا 30 متر، يصبغ لنا الارض اللي هي على حافه هنا مثلا كده، يعني يصبغها، يعني ان هو ايه الاراضي دي خلاص على حرف المحيط، مش هتبقى فيها النجيل ده، المفروض ان هي هتبقى الشكل اللي احنا هنختاره هنا. سواء كانت مكان صخري مثلا زي جزيره صخريه مثلا فوق، او whatever الشكل اللي احنا هنختاره. تمام، ان شاء الله برضو هنكمل مع بعض ومش هنتأخر على بعض. نقفل بس الصوت ده. اذا عجبتكم الحلقة ارجو ان كنتوا تشيروها عشان تعم الفايدة على الجميع. اذا في اي استفسار اي سؤال انا تحت امركم، نقدر نبعت على طول على الفيسبوك او تكتبولي في الكومنت، وانا ان شاء الله هرد عليكم اول ما اشوفه. اتمنى ان ما كنتش طولت عليكم. تحياتي ليكم واشوفكم على خير. مع السلامة.